جمال ذو 30 ربيعا، حرفي مختص في التصاميم العصرية ونجرة الألمنيوم. تفشي فيروس كورونا خلق لهذا الشاب صعوبات مادية. والله وش نقول لك، أسوأ مرحلة، أسوأ مرحلة مرينا بها، يعني نظارية تنقص الخدمة، نظارية إنسان يطيحون الناس، بصح لحقنا لدرجة وين ما كاش باش تخدم، باش تخدم ما كاش باش تخدم، يعني تولي تتحوس، تحوس على الخدمة. قبل ما كورونا كانت الناس تحوس عليك باش تخدم منها، احنا نخدموا يعني نخدموا هكذا صوالح صغار، ماناش نخدموا صوالح كبار، لحقنا من صوالح صغار وما كاش. الوضع الصحي الاستثنائي للبلاد يحتم على أي حرفي إيجاد السبل الكفيلة لتجاوز الانعكاسات المباشرة على المردودية. احنا المشكل تاعنا احنا حرفيين ما كناش موجدين، احنا ما كناش عارفين بلي حيجي نهار وتكون أزمة كبيرة كيما هذه وين ما كاينش خدمة، وكاين ناس بزاف تخدم قسمة تاكل، ما عندهاش، ما يقولكش نخدم باش نخبي. احنا ماذا بينا تكون كاينة خالية أزمة كيما هذه، احنا نديروها ولا مانيش عارف علاش كل يديرها، ليسونسيال خلية أزمة في الأوقات كما هذه. جمال كغيره من الحرفيين يرجو تدعيم كل من يمتلك بطاقة مهنية عبر فتح المجال أمامهم في مشاريع قد تخفف من تداعيات الركود الناجم عن تفشي فيروس كوفيد 19. نطلب من الدولة تشوف لهذا الحرفيين، هذا الحرفيين اللي ممكن نقدر نقول لك تقريبا منسيين، الحرفي تقريبا منسي، مانيش عارف يعطوا له مشاريع صغيره، كاين نيكولات يعاودوا لهم صبيغه، كاين نيكولات مانيش عارف انا، كاين بنايه تبنى، انا شوفوا كاين مشاريع كبيره، يعني ما انسان يعني كثر خير ربي الحمد لله، البلاد راهي فيها خير، ولكن يتفكروهم الحرفيين. عزيمه هذه السواعد هي راس مال شباب يامل في غد افضل.